صحبه وسلم. معانا يا جماعه جهاز كوماكس سيناتور، الجهاز زي ما احنا شايفينه مد شرط، اربع شرط بس زي ما احنا شايفين كده اهو. يا جماعه اربع شرط بس في الواجهه اهو. طبعا هنقيس اول حاجه، هنشوف الكهرباء ايه، يعني ايه حالتها ومديانا ايه، عشان دي هتورينا اتجاهنا فين في العطل او هنشتغل في انهي منطقه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا جماعه هنبدا اول حاجه بقياس الكهرباء الموجوده على السوكت بتاع خارج الباور، زي ما احنا شايفين باور كبير اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا جماعه الطرف الاسود ده موجود عليه 3.3 فولت كده يا جماعة، موجود عليه 3.1 فولت. اللي بعديه أرضي اهو يا جماعة مفيش حاجة، واللي بعديه برضو أرضي، واللي بعديه 5 فولت اهو يا جماعة كده 5 فولت موجودين، 5.1. اللي بعديه 12 فولت موجودين، 13.5 زيادة 1.5 فولت. الأخران يا جماعة 13، الأخير 23 عالي موجود عندي هنا 28، 28 وتمانية من عشرة، يعني فرق، يعني داخلين في 6 فولت زيادة في 23 فولت. 3.3 يعني ممكن يكون شغال 3.1، والفولتات التانية اللي هي 5 شغالة 1.5، 12 شغال يعني زيادة 1.4 فولت. 23 يا جماعة هو اللي ايه، يعني 28 29 تقريبا اللي هم 23. طبعا 23 ده بتاع الإشارة بتاع اللي بيروحوا للاي ان بي، وبنختار الرأسي او الافقي من خلالهم. طبعا وانا ببص كده للدايرة اشوف اي حاجة محروقة اي حاجة ضربة، لاحظت يا جماعة في مكثفين هنا ضاربين اهم. المكثفين دولك اهو يا جماعة، المكثف ده والمكثف ده، الاتنين دولك وهم منفوخين وضاربين، فممكن يكونوا هما سبب العطل، فهنقوم بتغييرهم. طبعا هنطفي الكهرباء عنهم عن الجهاز، وهنفصل ونفك الجهاز كده اهو. هنفك الايه البورده اهو كده يا جماعه اهو، نفك البورده وارجع لكم اهو يا جماعه. ادي فرد، ادي طرف من اطراف المكثف الاولاني اهو كده، اهو يا جماعه كده بيسخن اهو، بلاش اهو، هنسخن واسحبه اهو يا جماعه. دي واحد اهو يا جماعة منفوخ اهو، ده 1210 الف، قصدي 2000 اهو، 2210 فولت، 2200 يا جماعة. التاني 2200، خبر ابيض اهو كده، والتاني اهو، والتاني برضو يا جماعة 2210 فولت. انا هحاول اجيب اكتر من 10 فولت، 2200 ماكرو زي ما احنا شايفين كده، احاول اجيبهم ونركبهم مع بعض اهو يا جماعه. جبت مكثفين اهمك، وهنركبهم ونشوف ايه اللي هيحصل. بسم الله. طبعا هنلاحظ القطبيه، السالب في السالب والموجب في الموجب، اهم حاجه اهو كده.
اهو يا جماعة. كده وصلنا واحد، هنوصل التاني اهو. بسم الله، برضو السالب في السالب والموجب في الموجب اهو. كده اهو حطينا السالب في الموجب، وهنلحمهم ونجيب الكاوية اهو يا جماعة. هنلحم بقى ايه المكثفات دي اهو كده اهو. نلحم الاطراف كلها اهو. بسم الله، الطرفين والمكثف التاني اهو كده، والمكثف الطرف التاني للمكثف. ان شاء الله يشتغل. هنشوف كده يا جماعة ونقطع اهو اهو كده تمام كده، ونشوف ايه اللي هيحصل. بسم الله، وقفل دي يا جماعة عشان اعرف اوريكم الشاشة بتاع الامامية. خلاص يا جماعة كده ركبنا المكثفات. عايزين بقى نقيس الباور ونشوف كده. اول حاجة 3.3 اهو يا جماعة، 3.3 ارتفعت ل3.3 اللي كانت 3.1. بعد كده الارضي، اتنين اللي ورا بعض دولك، ده ارضي وده ارضي اهو يا جماعة، دولك ارضي اهو. عايز بقى اقيس ايه الخمسة فولت اهو يا جماعة، خمسة بالظبط وال12 اهو يا جماعة، يعني الا يعني 11.8 مقبولة برضو. الاخرانية 23 هنشوفها كده كام مقبولة، نزلت ل25.9 25، يعني بين 25 و26 مقبولة برضو الزيادة دي يا جماعة. بس للأسف اهو يا جماعة مد شرط. طبعا انا هقوم بحاجة كنت اتأخرت عنها. اولا هقيس، قصدي هنضف البوردة، وبعد كده هنضف البوردة، وبعد كده هقوم بعملية اشوف القنوات، عملية البحث، ممكن البحث ولا ده عايز يتنزل يعني في حاجة في الفلاشة، ونضف البوردة وارجع لكم اهو يا جماعة. الاول هنقوم بعملية تنظيف البوردة برضو اهو. نجيب مادة تينر او بنزين وننظف الفلاشة كده اهو يا جماعة اهو اهو. ننظف الفلاشة اهم حاجة، والبروسيسور والايسيهات، او في اي حاجة في البوردة تكون هي اللي بتعوق، او تكون بعد كده ممكن ننزل القنوات ونشوف، ممكن يكون حد عبس او لعب في القنوات فمسحها اهو. بس هنعمل برضو ده احتياطي، التنظيف دوك اهو يا جماعة اهو، خصوصا البروسيسور يا جماعة والفلاشة، ونسيبه ينشف ويجف شوية اهو، نسيبه يجف شوية وارجع لكم. الحمد لله يا جماعة اهو اتصلح زي ما احنا شايفين اهو، وجاب القناة هنا موجود على قناة 6، وهوريكم الشاشة اهو يا جماعة اهو. الحمد لله القنوات موجودة كلها، ومجرد حد لعب في يعني كان لعب في القنوات او فما كانش جايبها على القنوات يعني. فانا فتحت الجهاز ودوست عليه على الليست بتاع القنوات، جات القنوات والحمد لله اتصلح يا جماعة. والسبب اللي كان معطل الجهاز هو المكثفين دول الكبار اللي هم دول 2200 اهم، وهم دول 2200 16 فولت، انا اديتهم خليتهم 2200 6 25 فولت،
والحمد لله اتظبطت واتظبط الفولتيات والقناة اشتغلت، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.